ورقة يا دوب نبيع بمية ورقة، 75 أمي ربطة الخبز ما حرام، عم يجيبوها عم يبيعوها ما حرام، لتر البنزين ب 300 ما حرام. أبوي لأنه ما عنده شغل ما في عنده شيء، أمسيات أنا مرضت وكان ما في مصاري، راح أبوي يتدين مع عند واحد وهلاك عم نلم الشفلاح مشان نبيعه ونرجع له حقه. أطفال تركت أشواك الشفلح آثارها على أناملهم الصغيرة لتكون شاهدة على معاناتهم المستمرة. طلع ايدينا كل الثلاث شوك كلها. اللهو واللعب والمرح كلها كلمات شطبت من قواميسهم وأصبحت مجرد ذكريات تسافر مع أحلام العودة إلى مقاعد الدراسة بدلا من رحلة الألم والمعاناة. بدل ما نجي نحول سفلاح بنروح المدرسة، بس ما في مدرسة، انحرمنا من المدرسة. هلا كنا نلعب أول نضحك، هلا لا في لا لعب ولا ضحك. كنا نحن مكيفين بالضيعة، بس هلا كنا عم نلعب، كنا هلا مثل هيك عم نلعب بالضيعة بالمدرسة. هلا انحرمنا من المدرسة، انحرمنا من المصاري من كل شيء. ايش بنسوي؟ بدل ما نروح المدرسة عم نجي نلم الشفلاح. وبهذا الشكل أصبح قطاف الشفلاح وبيعه الملاذ الوحيد للكثير من عائلات ريف حماه الشمالي. مهند محمد، شبكة شام، ريف حماه الشمالي.